نقول بسم الله ونبدأ كالعادة بأهم التغريدات المميزة على منصة تويتر واللي حازت على تفاعل كبير جدا من المغردين. نروح لأول تغريدة معنا لليوم من حساب الفنان الجميل عبد المجيد عبد الله، واللي نزل لنا مفاجأة جميلة عبر حسابه في تويتر. حن الغريب إهداء لمحبيني قبل نزوله في اليوتيوب. أغنية حن الغريب من كلمات الشاعر فهد المساعد وألحان عبد الله الشهري. خلونا نسمع مع بعض هذا المقطع اللي نزل لنا إياه الفنان عبد المجيد عبد الله عبر حسابه في تويتر. حن الغريب ورجع لهنا عودت مع الغيم احبابه حب الهوى وقام ينتهلا حي الشتا وحي ما جاء. حن الغريب ورجع لهنا عودت مع الغيم احبابه حب الهوى وقام يندهلا حي الشتا وحي ما جابه. أقبل وكنا على مهله يطعن بخطواته غيابه يضحك ولا حد تنبه له يوم التفت يمسح هدابه. أقبل وكنا على مهله يطعن بخطواته غيابه يضحك ولا حد تنبه له الله. يعني مو شيء غريب ابدا على الفنان عبد المجيد عبد الله، دائما وابدا مثل ما عودنا شهادتنا فيك مجروحه يا ابو عبد الله. اذا تكلمنا على الاغنيه، اغنيه جميله بكل معنى الكلمه، يعني كلمات ولحن واداء في نفس الوقت. منتظرين بفارغ الصبر نزول هذه الاغنيه على اليوتيوب، واتوقع راح تكون اغنيه هذا الشهر. الى تغريده ثانيه من حساب عبد الله الخريف، واللي يتكلم عن تقنيه راح نشوف مع بعض ايش هذه التقنيه. انها التقنيه القادمه يا ساده، سيارتك تقود نفسها بنفسها وتوصل عندك وتنتظرك بعد. تتوقعون نقول وداعا مستقبلا للبحث عن مواقف السيارات البعيده او القريبه؟ صراحه يعني خلونا نتابع هذا المقطع مع بعض وارجع لكم. My car just received a new software update last night over the air with a feature called Smart Summon. Check this out. So let's say I'm getting out of a meeting and it's too hot to walk to my car. I'm just going to ask it to meet me at a specific spot. So the car is doing this all on its own, no driver. And as you can see, this is a pretty busy parking lot. Let's see how it does. There you have it. Smart Summon. أنا عاجز عن الكلام، يعني أتوقع كل مرة وكل سنة عن سنة التكنولوجيا جالسة تبهرنا في أشياء مختلفة، الله يعلم فين ممكن نوصل في العاجل القريب. يعني أتوقع راح نشوف سيارات طائرة عما قريب بإذن الله. في النهاية ترى هذه هي التكنولوجيا. إلى التغريدة الثالثة من حساب الأكثر مشاهدة، واللي تكلموا أيضا عن تعاون النحل لرفع غطاء علبة عسل. سبحان الخالق المبدع. راح نشوف مع بعض في هذا الفيديو. النحل طبعا من أكثر المخلوقات المعروف عنها التعاون الجماعي فيما بينهم حتى في أبسط الأمور. شايفين التعاون الجميل في هذا الفيديو؟ وهذه التغريدة كان لها تفاعل وتأثير كبير على تويتر تحديدا. مو شيء غريب عن النحل صراحة، دائما معروف عن النحل، ما نستغرب لما نشوف مثل هذه الأمور. شايفين قاعدين يحاولوا أنهم بس يرفعوا غطاء العسل عشان يقدروا انهم يدخلوا بالنهايه
صراحة شيء جميل جدا. إلى التغريدة الرابعة من حساب هيم، واللي أيضا ذكر في تويتر وعبر حسابه: الأكورديون هو الآلة الأقرب لقلبي لما تكون في يد فاروق محمد حسن. طب خلونا نسمع مع بعض مقطوعة على الأكورديون من أداء العازف فاروق محمد حسن، ونرجع لكم. طرب جميل وأصيل وروعة في الأداء والعزف اللي شفناه في هذا المقطع. ومن منصة تويتر مشاهدينا إلى فقرة